Hold this picture, hold this picture. He's our father with a lovely face. نحن في بلدنا والمعتدي يأتي عبر البحار ليغزو هذا البلد. فأي خيار بقي أمامنا؟ الحرب اقربت. قربت؟ إي. 17/3 قالوا يضربونا قسم قالوا 14/3. حتعلق. بس كنت ايش مدري اذا الدنيا مقلوبه واحنا كل شيء ما نعرف. والحصار حرب والعراق محاصر، فالحرب واقعة على العراق. اما الحديث عن الحرب الاوسع من الواقعة علينا فنحن شفناه واجهناه. انت الامريكي لو حصلت المعركة الحماسة مطلوبة، لأنه هي الرجال الدحج على بعضها. الأمريكي طلع منك كاميرا، اجى يسألني ما قبلت، قال لي واي، قلت له نو، رحت عفتة ورحت. امريكا كلها بريتها، امريكا تطلع من العراق، تطلع امريكا. هسه قصة ده يرجع راسنا غزة، ما اقدر ابيع احنا الا بالقوة. لكن عندنا مقاطعة سوالف زناني عمي اسمح لي صدام اخذ امان. ماكو بالشارع، كل امان ماكو، توفير ماكو امان. موجود سلاح بالبيت بالسيارة عادي، الامريكان يفتشون علينا بالسلاح مالتنا بالسيارة، احنا ضامين ما يدلوا. أول بلد حضارات بالعالم، آخر بلد يستعمر بالعالم. هم باقوا يصير ظلموا تحرير عمي، دول استعباد على مواردك الطبيعية وعلى مسائلك. والله جاي ارجع يا معودين. رباعي هاي جديدة. صدام يتجول في بغداد. بابل معظم يعني صدام بعد عدل هسه حاليا ويتجول في بغداد. فجر وجانا الصاروخ هنا الساعة 8:15 تقريبا الصبح. هنا الناس قاعدة تتريق كل من ببيته. بعدي هاي وقت يعني من صارت اي بيت تدخل لك القصينيه مال ريوق كلها مكسيه والعائله مال الغارات. حتى لما يفوت منا برا الشاشات يعني هالشو قد مجهر عليك. انا بالاصل شيء ابي عديهن هسه مجهر الشاشه مالت عليها هالشكل. شنو لي ليش هالشكل؟ ما في داعي يخاف مني، انا انسان بسيط ايش يخاف من عندي؟ قال اسويها احسن من 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 طوكيو. زين وين طوكيو؟ هسه احنا نريد بغداد القديمه. I want...